إظهار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتدشينا للعام العاشر من الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية 4 عمليات مشتركة على 4 سفن، منها سفينة ميرسيك ساروتوغا الأمريكية في خليج عدن، وسفينة أبل ديترويت الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة هوانغبو البريطانية في البحر الأحمر، وسفينة بريتي ليدي والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر. ونفذت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة إم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بعون الله تعالى.